السلام عليكم ورحمة الله. درسنا لهذا اليوم هو درس اسم الزمان والمكان. لاحظ الأسماء التالية: مشرق، مولد، موعد. على أي شيء تدل هذه الأسماء؟ لاحظوا جيدا. نعم، تدل على زمن حدوث الفعل. مشرق وقت الشروق، مولد وقت ولادة شخص ما، موعد كما نعلم الموعد الذي نضربه لرؤية شخص ما أو لمقابلة شخص ما. إذن تسمى أسماء الزمان. مشرق يسمى اسم زمان، وكذلك مولد وموعد. ولاحظ كذلك هذه الأسماء: ملعب، موقف، مجلس. على أي شيء تدل؟ نعم، تدل على مكان حدوث الفعل. إذن تسمى أسماء مكان. ملعب مكان اللعب، موقف مكان الوقوف، مجلس مكان الجلوس. نعم. لاحظ ما يلي الآن. في هذا الجدول لدينا أفعال في الماضي، مضارع هذه الأفعال، اسم الزمان أو المكان، وزنه. فعل جلس مضارعه يجلس، اسم الزمان أو المكان، هو في هذه الحالة اسم المكان، مجلس، وزنه مفعل. وعد، يعد، موعد وهو اسم زمان، مفعل. لعب، يلعب، اسم المكان، ملعب، على وزن مفعل. هذه الأفعال التي رأيناها هي أفعال، كيف هي؟ ثلاثية. صحيح، هذه الأفعال ثلاثية، يصاغ اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل أو مفعل. لاحظوا الآن في المثال الأخير: استشفى، هذا الفعل غير ثلاثي، مضارعه يستشفي، اسم المكان مستشفى، على وزن مستفعل. لاحظوا جيدا اسم مستفعل أو كلمة مستفعل، سبق أن رأينا هذا الوزن سابقا. نعم، إنه وزن اسم المفعول. إذن خلاصة: اسم الزمان هو صيغة تدل على زمان وقوع الفعل، واسم المكان هو صيغة تدل على مكان وقوع الفعل. يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، ويصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول. ننتقل الآن إلى تطبيق بسيط لنرسخ فهمنا لهذا الدرس. إذن سنقوم جميعا بملء هذا الجدول. لاحظوا معي: الفعل قعد، ما هو مضارعه؟ نعم، يقعد. صحيح، سنصوغ اسم الزمان أو اسم المكان، في هذه الحالة فهو اسم المكان. ما هو اسم المكان؟ يقعد، قاعد، يقعد. صحيح، مقعد، وزنه مفعل. الآن فعل يقوم، ماضيه قام. صحيح، أحسنتم. اسم الزمان أو المكان، أو في هذه الحالة اسم المكان، قام يقوم. نعم، مقام، وزنه مفعل. هنا في الحالة الثالثة لدينا اسم المكان مصنع، ما هو وزنه؟ صحيح، مفعل. والفعل الماضي من مصنع هو
صحيح، صنع. مضارعه يصنع. نعم، أحسنتم. إذن هذه الأفعال كما ترون هي أفعال ثلاثية، وزنها إما على وزن مفعل أو مفعل. الآن فعل استقر وهو فعل غير ثلاثي، مضارعه يستقر. صحيح. إذن اسم الزمن أو المكان كيف سنصوغه؟ قلنا على وزن اسم المفعول. إذن سنبدل حرف المضارعة وهو الياء ميما مضمومة، ونفتح ما قبل الآخر. انظروا جيدا، يستقر مستقر. أحسنتم، على وزن مستفعل. نعم صحيح.